لم تكد تغيب عن الأذهان كارثة فقدان الطائرة الماليزية في مارس آذار الماضي حتى حلت حادثة جديدة. أكثر من 150 راكباً من بينهم 25 طفلاً كانوا في رحلة بين إندونيسيا وسنغافورة وما زال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة، حيث أعلنت السلطات الإندونيسية فقدان الاتصال بطائرة نقل مدنية تابعة لشركة إير إيجيا، وذلك بعد 8 دقائق من إقلاعها. التكهنات الأولية تشير بأصابع الاتهام إلى الأحوال الجوية. الطائرة وهي من طراز إيرباص 320-200 غادرت مطار جواندا دي سوربايا الدولي في جزيرة جاوا الإندونيسية متجهة إلى مطار شانجي في سنغافورة، وما هي إلا دقائق معدودة بعد الإقلاع حتى طلبت الطائرة الإذن بتغيير مسارها بسبب الأحوال الجوية ليكون ذلك الاتصال الأخير بينها وبين برج المراقبة. السلطات الملاحية أعلنت انطلاق عملية البحث عن الطائرة وتحركت على الفور سفن وقوارب بالإضافة إلى طائرات تابعة لسلاح الجو الإندونيسي. الجيش وفرق الإنقاذ إلى جانب وكالة البحث والإنقاذ السنغافورية بدأت عملية البحث. لقد أبلغنا كل القوارب والسفن في المنطقة أن يسلموا أي معلومة عن الطائرة، وطلبنا منهم أن يكونوا جاهزين لتقديم أي مساعدة. ومن المتوقع أن يشمل البحث المنطقة الواقعة في جنوب شرق جزيرة سومطرة، كما سيمتد البحث شرقا إلى ما يعرف بخليج كوماي قبالة سواحل جزيرة بورنيو. وبعيدا عن الرواية الرسمية، ترددت أنباء مصدرها صيادون في المنطقة عن رؤيتهم لما اشتبهوا في أنها طائرة تسقط في المكان. تكهنات وروايات عدة هي كل ما يملكه ذوي الركاب، وقد تجمعوا في مطار جواندا وأنظارهم معلقة بين سماء ملبدة بالغيوم وسلطات حائرة. لشركة إير إيجيا وذلك بعد 8 دقائق من إقلاعها. التكهنات الأولية تشير بأصابع الاتهام إلى الأحوال الجوية. الطائرة وهي من طراز إيرباص 320-200 غادرت مطار جواندا دي سوربايا الدولي في جزيرة جاوا الإندونيسية متجهة إلى مطار شانجي في سنغافورة، وما هي إلا دقائق معدودة بعد الإقلاع حتى طلبت الطائرة الإذن بتغيير مسارها بسبب الأحوال الجوية ليكون ذلك الاتصال الأخير بينها وبين برج المراقبة. السلطات الملاحية أعلنت انطلاق عملية البحث عن الطائرة وتحركت على الفور سفن وقوارب بالإضافة إلى طائرات تابعة لسلاح الجو الإندونيسي. الجيش وفرق الإنقاذ إلى جانب وكالة البحث والإنقاذ السنغافورية بدأت عملية البحث. لقد أبلغنا كل القوارب والسفن في المنطقة أن يسلموا أي معلومة عن الطائرة، وطلبنا منهم أن يكونوا جاهزين لتقديم أي مساعدة. ومن المتوقع أن يشمل البحث المنطقة الواقعة في جنوب شرق جزيرة سومطرة، كما سيمتد البحث شرقا إلى ما يعرف بخليج كوماي قبالة سواحل جزيرة بورنيو. وبعيدا عن الرواية الرسمية، ترددت أنباء مصدرها صيادون في المنطقة عن رؤيتهم لما اشتبهوا في أنها طائرة تسقط في المكان. تكهنات وروايات عدة